السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم محمد حنان، درس رقم 12 اللي هو آخر درس مادة البارت 1 للإلكترون للكورس الثاني. لاحظ شوي الفصل الأول هنا راح أركز على أسوي مراجعة، المراجعة اللي أخذناها، المواضيع اللي أخذناها الريكتيفيكيشن، وأخذنا الهاف ويف ريكتيفاير. الهاف ويف ريكتيفاير، هاف ويف ريكتيفاير اللي هو مجرد دايود أربطه على التوالي وهي مصدر للاي سي، مصدر للتيار المتناوب. الناتج مالته راح يكون ضمن داخل حمل اعتبارته ار ال. طبعا هذه الارضي وهي هاي الارضي، لان كانما انا موصل هذه بهذه، كانما انا موصل هذه بهذه، لكن هاي طريقه سهله الرسم حتى لا تختبط عندنا. طبعا هل هو عندي هاف ويف ريكتيفاير؟ لا، عندي ايضا اللي هو فول ويف ريكتيفاير اللي راح ناخذه ان شاء الله، اللي يكون هيك رسمه بعد ما ادخل راح يكون هذا رسمه فول ويف ريكتيفاير. هذا يدخل، هذا يخرج، اوكي، هذا هنا، هذا يدخل، هذا يخرج، وهكذا. هذا راح يكون للموجب وهذا راح يكون للسالب. طبعا هذا يروح للار ال وللسالب هنا، هذا راح يكون مع الارضي، هذا راح يجي للمن للاي سي ان. كذلك راح يكون عندي نوع ثالث وهي الربط ويا المقاومه، بعض المحولات اللي موجود عندهم يشوف انه بعض المحولات بها ثلاث وايرات مربوط، اقدر اربط بيه بعد شنو سنتر، تاب، سنتر، تاب، ريكتيفاير. هذا طريق السنتر، تاب، ريكتيفاير. طبعا هذا لي ال اي سي انلت هنا. هذه الطريقة الثالثة. بعد شنو اخذنا؟ اخذنا موضوع اخر وهو الفولتية الافرج، وقلنا بما انه احنا جاي نتعامل ويا هاف ويف ريكتيفاير، اذا هناك معادله من احصلها، من رحت اكاملها رحت احصل على انه الفولتج افريج للي هذه هاف ويف ريكتيفاير يساوي لي فولتج للبيك على باي، يعني هذا مقدار الفقد اللي راح يكون عندي بالفولتيه بسبب استخدامي الهاف ويف ريكتيفاير. لو استخدمت الفول ويف ريكتيفاير راح يقل عندي الفقد. بعد الفي اي بي او الفي اي بي اللي هو بيك انفرس فولتج راح يساوي لي الفولتج تبع البيك اللي هي هاي. طبعا ليش احنا نستخدمها وليش نبحث عنها؟ حتى لان احنا جاي نصمم كونفرترات نحاول انه نقلل من هاي او نمنحها حتى نقدر نستفاد من عندها. بعد شنو عندي؟ عندي الفريكونسي، الفريكونسي للاوت تساوي للفريكونسي للان. ليش انا جاي استخدم كامل الوقت، كامل الوقت للوي؟ لاحظ هذا كامل الوقت للوي. بعد اللي في المحولات اللي افتهمنا بالمحولات ايضا، هذه عندي محولة، هذا البوكس اللي مرفوع حول المحولة، يعني انه هذه كومبوننت واحد، ما تعتبر انه هذا مو كومبوننت وهذا مكون، يعني هذا مكون هذا مكون، لا، هذا كله بكبره مكون. بي هنا ساعات اما يعطيني الاعداد اكتب لي هنا مثل 2، هنا هنا 1، فالمحولة خافضة. ليش؟ لان يعني هذا العدد اكبر من هذا العدد، فالمحولة خافضة، وبهيك اقدر احسب الفولتية الداخلة والفولتية الخارجية في 1 على V2 تساوي لي N1 على N2. هنا بهاي المعادلة أقدر شو أحسب؟ أقدر أحسب أما عدد الملفات، الملف الأولي، عدد الملفات الملف الثاني بعد ما يعطينيها، أو النسبة بيناتهم، أو أحسب الفولتية الإدخال أو فولتية الإخراج حسب اللي يعطيني إياها. ومنها إذا أقدر ما بعد الدايود أقدر أستخدم أو أبحث حول الفي بيك والبي اي بي والفولتج افريج الى اخره. وشكرا جزيلا، ارجو انه ما ازعجتكم بالشرح، وكان الشرح سلس. اعتذر على الطالع وعلى ايش على مدى الوقت، ولا تنسون المتابعه.